السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لو شون ليكسيكال دو لا مور، الحقل الدلالي ديال الموت اللي كاين في لوغومون اوتوبيوغرافيك لابوطا ميرفيد احمد صفريو. عندنا اول كلمه اللي داخله في هذا الحقل الدلالي هي لاغوني. اغوني هما دوك السكرات اللي كيحس بهم السيد قبل الموت، هما سكرات الموت. ديسي هو الدفن، طومبو هو القبر، فيكتيم الضحيه، سيبولتور كتعنيو بها حتى هي الدفن، مورتر مميت، سويسيد الانتحار، تويي القتل، سيركوي وداك النعش وداك الصندوق اللي كنديرو فيه الميت، مورتيل قاتل، كوندوليونس التعزيه، مورير الموت، اونتيرمون الدفن، نوار اللون الاسود كيعني ان كيعني الحزن كيعني الموت، بلور البكاء، كادافر جوتا، فونيراي الجنازه. دو كاملين كلمات داخلين في الحقل الدلالي ديال الموت واللي غادي تلقاوهم في هاد لو رومون اوتوبيوغرافيك لابوطا ميرفيد احمد صفريوي، وغادي تحتاجوهم حتى في لا بياس دو تياتر اونتيغون دو جون انوي. هاد الحقل الدلالي عقلوا عليه مزيان، غادي تحتاجوه بالاحرف لي رومون ثلاثه كاع القصص اللي عندكم هاد العام غادي تبغوا فيها الحقل الدلالي ديال الموت. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. الى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده.